طب بسم الله الرحمن الرحيم. الآن إن شاء الله راح نبلش في chapter 3 الفيديو. أوكي طيب chapter 3 لازم بعد ما نخلص chapter يكون عندنا معرفة بال relations and logical operation بالمنطق بالمعاملات المنطقية. لازم يكون عندنا معرفة بال if blocks جملة ال if اللي هي جملة الاختيار الشرطية، ولازم يكون عندنا معرفة بـ select case block والinput by user selection. طيب بالعادة مادة الفيرست بتكون لنهاية select case block، وهاي بتكون عبارة عن second، هيك جرت العادة انه نهاية مادة الفيرست لنهاية select case blocks. اوكي طيب بدنا نتعرف. اوكي الكونديشن مش غلط لو عرفنا شو معنى الكونديشن، شو تعريف الكونديشن اللي هو الشرط. is an expression هو تعبير involving relation بيحتوي على relation معامل يا اما an او or، هذول ال two relations ال and ال or logical operations. اوكي the value of condition is boolean، نوع الكونديشن قيمة الكونديشن هي بوليان. البوليان يعني بيحتمل قيمتين يا اما ترو يا اما فولس فقط. اوكي تمام نيجي نشوف هذول الاشارات الريليشن اوبريشنز. هاي اقل من او تساوي، اكبر من او تساوي، وتساوي ولا تساوي. اوكي خلينا نشوف هون A زائد B كم قيمتها؟ 3 زائد 4 7. هل 7 أقل من 2 ضرب A يعني 2 ضرب 3 6؟ هل 7 أقل من 6؟ False. 7 is not less than 6 and so the value of the expression is false. هذا كله عبارة عن expression، الناتج النهائي كان إله 7، لكن تبسيط الإكسبريشن كان 7 أقل من 6، بس أركل 7 أقل من 6 الجواب false. أوكي نيجي نشوف هذا المثال. C dot length، شو length C؟ 1 2 3 4 5. إذا length C 5، C dot length هاي كلها بحط محلها 5. أوكي ناقص B، شو قيمة الـ B؟ 3. أوكي هل تساوي، بسألك هل تساوي A على 2؟ شو قيمة الـ A؟ 2. أي قيمة الـ A 4 تقسيم 2 2. هذا الـ expression كامل هيك اختصرته. هل 2 الآن تساوي 2؟ إذا true، فجواب الـ expression هذا كامل يعني راح يعطيني ترو، فهيو. اوكي طيب تعال خلينا نشوف الان another important example وهو مهم جدا وكل مره بيجي عليه. dim c as string equal hello و d as string equal by و e as string equal by capital و f as string equal banana. تمام اوكي ليست بوكس 1 دوت ايتمز دوت اد. هسه راح يجي يحسب لي الاكسبريشن هذا اللي هو راح يطلع لي ترو او فورس ويطبع. هل بحكي لي سي اكبر او يساوي بي؟ وين سي؟ هاي سي اي دي هيها دم سي. السي فيها هلو، اذا ما بدي اقارن انا السي أكبر أو تساوي D من الباي. كيف المقارنة تجري؟ المقارنة تجري على حروف اللغة الإنجليزية. باجي هل ال H أكبر من ال B؟ يس ال H أكبر من ال B، فخلص مجرد ما لقيت حرف واحد أكبر فهو أكبر. كيف يعني أكبر؟ كيف منقارنها على ال ASCII code؟ ال A رقمها، الـ A رقمها مش مساعد الكتابة هو رقمها 65، الـ B
رقمها 66، مش مطلوب منا الحفظ بس لازم تكون حافظ حروف اللغة الإنجليزية. البي 66، السي 67، لحد ما أوصل للأتش. فالرقم اللي راح يطلع أكيد راح يكون كبير، مثلا أكبر من الهاي. فمثلا خلينا نحكي إنه كان 70، بسألك هل 70 تبع السي أكبر من ال 66 مثلا؟ يس أكبر، فسي أكبر أو يساوي دي، فراح يطبع اللي ترو. طيب دي أكبر من إي، وين الدي؟ هي هالدي باي أكبر من إي. بيجي بقارن عندي حرف البي هاف مع البي هاف. دائما ما نعرف قاعد إنه دائما السمول أكبر من الكابيتال، دائما السمول أكبر من الكابيتال. فبي سمول أكبر من بي كابيتال، بوقف مقارنة وراح يطبع اللي ترو. أوكي، هذا الإي أقل من الإف، هاي الإف وهاي الإي. بيجي بقارن هل البي أقل من البي؟ لا. طيب بروح على بعديها، قارن كل الحروف، هل الواي أقل من الإي؟ لا، الواي مش أقل من الإي. الإي عفوا، هل الواي أقل من الإي؟ لا خطأ، الواي أكبر. تمام، فشو راح يطبع لي؟ فولس. الواي أكبر من الإي فراح يطبع لي فولس حسب ترتيب اللغة الإنجليزية، حروف اللغة الإنجليزية. أوكي طيب، هذول أكيد الكل بيعرفهم. النوت شو بتعمل؟ النوت النوت بتعكس نوت ترو بتعطيني فولس، ونوت فولس بتعطيني ترو. نعم نكتبهم على السريع. أوكي النوت كتبت له نوت ترو، هاي بتعطيني فولس، والنوت بس تعكس فولس، هاي بتعطيني ترو. تمام، الاند المعامل الثاني، الاند ترو اند ترو، هاي بتعطيني ترو. وترو اند فولس، هاي بتعطيني فولس. وفولس اند فولس تعطيني فولس. وفولس اند ترو تعطيني فولس. يعني بالاند لازم يكون عندي ثنتين اند عشان يعطي ثنتين ترو عشان تعطيني ترو. بالاور ترو اور ترو، هاي بتعطيني ترو. ترو اور فولس، هاي بتعطيني فور ترو عفوا. تمام، وفولس اور ترو، هاي بتعطيني برضو ترو. وفولس اور فولس، هاي بتعطيني فولس. اذا بالفولس بحتاج لا ترو واحدة عشان يكون الجواب ترو. اوكي بس هم هيك ضل. تمام خلينا نكمل الان. اوكي n equal to 4، معطيك قيمة الان 4، معطيك قيمة الانسر equal y، هيك هو معطيك. are the following expression true or false، بدك تشوف هل هم true او false. not بدك تيجي تحسب القيمة بين قوسين، شو قيمة الان اقل من 4، ان اقل من 6، هل 4 اقل من 6؟ لا، يس هل 4 اقل من 6؟ يس true. not true شو بعطيني؟ false، لانه بعكسها، فهاي راح يكون فولس. طيب answer equal y، هل answer equal y؟ yes هاي true. or هل answer equal y small؟ لا false. طيب true or false شو بتعطيني؟ true حكينا. طيب answer equal to y true or عفوا and answer equal to y small false و true or false equal true
and false equal to false و not answer equal to y. هل answer equal to y small؟ لا y capital. ف not false تعكسها بتصير true. تمام؟ فهيك الجواب تبعهم false true false true. اوكي an expression that evaluate the either for true and false to have a boolean data type example the statement. اوكي هسا قبل ما نجرب احنا راح نجرب بس قبل ما نجرب text box دو text معناته هاي output راح اطبق عليه حول لي اياها لسترينج مش اشي مهم كثير اطبع لي هذا هسا هذا عبارة عن شو عن boolean expression تعبير منطقي راح يطلع منه يا اما true يا اما false فراح يطبع لي يا اما true يا اما false اثنين وثلاث خمسة هل خمسة أقل من ستة yes true فرح يطبع لي المفروض true displayed true in textbooks نجرب إحنا بإيدنا اوكي خلينا نحكي له مسج احكي انا شو المسج بوكس وظيفته للطباعه مسج بوكس دوت شو دوت شو خلينا نحكي مثلا 2 نفس المثال 2 زائد 3 اقل من 6 ونشوف شو حيطبع لي 2 زائد 3 5 الخمسة أقل من ستة yes true فهاي كلها بحط محلها true فالمفروض يطبع لي true control F5 ونكبس البطن فهي طبع لي true اوكي مقدمات كلها هاي طيب هلا الان زي ما تعرفنا انه كان في عندي some data types مثل integer مثل double مثل string مثل character الان راح نتعرف على نوع جديد من data type اللي هو البوليان بوليان نوع من انواع التايبز من بقدر اعرف variable كبوليان وبيقبل only two values true and or false بحط له يا اما true يا اما false كيف بعرفه دم مثلا x او var اي شيء بدي اياه اسمه as boolean هيك انا عرفت variable نوعه boolean it can assume just the two values true and false بقدرش اعطيه غير true او false تمام فهي example dim boolean variable عرف اللي variable هيك اسمه as boolean نوعه boolean بقبلش غير يا true يا false bool var يساوي 2 اقل من 6 بيجي بيحسب الاكسبريشن هذا اللي هو شو قيمته true فانا خزنت بالvariable هذا قيمته true تمام صار فيه true text box dot text يساوي bool var فراح يطبع لي true فdisplay true in text box اوكي نجي نشوف احنا شو نشتغل نعمل طيب dim x as boolean x يساوي 2 لاحظ اول ما كتبت له x يساوي اعطاني خيارين بس true و false ما بصير غير true و false طيب x يساوي 2 اقل من 10 تمام و text box 1 text
equal CSTR فيها أو بلاها مش راح يفرق للX، وهي control F5 هل اثنين أقل من 10 true فتخزن بالX true فراح يطبع لي قيمة الX اللي هي true. أوكي طيب الآن في خطأ شائع وهو من أنواع syntax error، تمام؟ إذا بدي أحصر قيمة مثلا للأن أحصرها بين الاثنين والخمسة، شوف بكتب له أن أكبر من الاثنين وأقل من خمسة، هيك صارت الأن محصورة بين الاثنين والخمسة. هلا هذا خطأ وهو من أنواع syntax error، ما بصير أكتبها بالشكل هذا، اثنين أكبر أن أكبر من اثنين أقل من خمسة، هذا إشي خاطئ. كيف بدي أصلحه؟ بالطريقة هاي، بكتب أن أكبر من اثنين and كل واحدة لحالها يعني بفصلهم and أن أقل من خمسة، هي كانت take بالماث take أن أكبر من اثنين وأقل من خمسة، هيك كنت هيك بالماث. بالبيسك ما بزبط، بتفصل كل واحدة لحالها أن أكبر من اثنين and أن أقل من خمسة، هذا الإشي الصح. طيب must be on either side of the logical operation and or، يعني بحصرها ب and أو ب or، والشكل هذا خطأ syntax error، ما بزبط غير عملها بالشكل هذا بحصرها بين قيمتين. أوكي طيب الآن إشي مهم جدا، هسا النوت حكينا وظيفتها تعكس تعطيك الترو فورس والفالس ترو. طيب لو انا حكيت لك نوت اكس اكبر من اثنين، نوت اكس اكبر من اثنين بدي اعكسها، بديش اخليها بالنوت، بدي اشيل النوت. هسا هاي شو تعني؟ اكس اقل او تساوي اثنين، معكوس الاكبر اقل او تساوي مش اقل، ونوت اكس أكبر أو أقل من اثنين هاي بتعطيني X أكبر أو تساوي اثنين، معكوس الأكبر والأقل أو يساوي معكوس الأقل أكبر أو تساوي. طب not X أكبر أو تساوي اثنين أو واحد إيش تعطيني؟ هاي تعطيني X أقل من الواحد، تمام؟ وهكذا. طب لو نيجي نثبت هاي ليش هيك؟ نفترض انه كانت الاكس قيمتها 2، تمام؟ يعني نوت 2 اقل من 2. لو بدي اجي احسبها انا فعليا، هل 2 اقل من 2؟ فولس. نوت فولس شو بعطيني؟ هل 2 اقل من 2؟ فولس. نوت فولس ايش بعطيني؟ بعطيني ترو. طيب هسه لازم بس افكها، يعني احولها للصيغه هاي، لازم يضلها ترو. فاثنين أكبر أو تساوي اثنين، هل اثنين أكبر أو تساوي اثنين؟ يس ترو، فأعطوني نفس النتيجة، وهاي إثباتها إنه الأقل عكس أكبر أو تساوي، تمام. أوكي راح نجيهم هذول. هلا إحنا زي ما حكينا إنه النمبرز كان إلها some functions مثل الماث دوت سكويرت، مثل الماث دوت راوند، مثل الانت، و زي ما حكينا إنه السترينج إلها some functions مثل to upper، مثل to lower، مثل length، مثل index of، مثل substring، مثل trim. كذلك الأمر للبوليان variable موجود عندي some functions جاهزين بعطوني يا إما true يا إما false، some functions جاهزين. طيب سهلين ومبينين من اسمهم، واثنين مطلوب مني منهم بس. الفانكشن الاول اللي هو اسم الفاريبل بكتب dot ends with قيمة. هسا dot ends with يعني ينتهي ب، ينتهي ب، وهسا راح نشوف. مثلا اسم فاريبل، مثلا عفوا مثلا قيمة فاريبل مثلا a b c dot ends with c، هل الفاريبل هذا ينتهي ب c؟ ينتهي بحرف c، فراح يعطيني true، تمام. و str var dot start with str var 2
يعني يبدا مثلا اي بي سي دوت ستارتس وذ اي ترو، لانه الفاريبل فعليا بيبدا بترو ب اي. طيب هاي مثال دين فيرست نيم از سترينج يساوي ويليام، تمام. تكست بوكس 1 دوت تكست يساوي فيرست نيم هاف دوت اندز وذ اي ام، هل بنتهي ب اي ام؟ يس بنتهي ب اي ام، فهذا كامل اكسبرشن جوابه ترو، فراح يطبع لي ترو. طيب تكست بوكس 2 دوت تكست يساوي first name dot starts with will، هل بيبدا start with will؟ yes هو start with will، كمان هاي راح يطبع لي true ببساطه جدا. اوكي الفانكشن الاخير اللي هو is numeric، هل هو عددي؟ هل هو عددي؟ هيك معنى is numeric، هل هو عددي؟ خلينا نيجي نشوف شو معنى عددي. معنى الرقم انه عددي، اني بقدر احوله بالسي انت والسي دي بي ال، غير ذلك فهو يكون مش عدد. يعني مثلا اجي احكي له سي انت لاي بي سي، اي بي سي ما هي حروف، فما بقدر احول الاحرف لانتجر لارقام. از نيومارك ل 123، هل هم نيومارك اعداد؟ يس ترو. طيب از نيومارك لا 3 ناقص 2 لا، لانهم هذول سترينج، هي يحط لي دبل كوتيشن، فهاي تعتبر كاركتر رمز، ففورس لانه مش ارقام، كل شيء لازم يكون بين دبل كوتيشن. طيب خلينا نشوف مثال على الاشي هذا، وتقريبا ثلاث فصول ورا بعض اجى مثال هذا. مثال كالاتي، is numeric بده هاي. هاي شو جوابها؟ هسا حكينا از نيومريك لازم يكون اللي جويتها هاف كامل، هاف كامل هيو بين القوسين تاعونها، هذا بين القوسين تاعون النيومريك لازم يكون رقم فقط، تمام. طيب تعالوا خلينا نشوف هسا 1 2 ستار 0 اند دوت اندكس اوف للاند، هسه هاي دوت اندكس اوف للاند بترجع لي قيمه صح؟ شو اندكس الاند؟ خلينا نشوف 0 1 2 3 4، فهاي كلها، هاي كلها تستبدل ب 4، تمام، تستبدل ب 4 لانها اندكس اوف تبعها 4، فاذ نيومارك للاربعه هاي تعطيني بترو. هاي اجت ثلاث او اربع مرات ورا بعض. هيك بتكون خلصت مقدمتنا عن شابتر 3، هاي كلها مقدمات بس بيسك مهمين عشان نقدر نستخدم باقي الاشياء الموجوده بالشابتر، اللي هي حكينا جمله الاف وجمله الكيس اللي هم اهم شيء موجودين بالشابتر. يعطيكم العافيه.